تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من باريس سيدة فاطمة محمدي الكاتبة والصحفية الجزائرية. مساء الخير سيدتي. مساء الخير. الواضح أن الجالية العربية والمسلمة على خلفية هذه الأحداث تعيش يعني حالة من القلق والخوف والإحراج ربما. هل يعني تقدمين لنا تحليلا مقتضبا لهذه الحالة النفسية وأيضا كيف لها أن تتصرف مع ما يجري من حولها؟ أولا القلق انكب الجميع، يعني الجاليات العربية والمسلمة وغيرها. هذه المرة سيدي تختلف نوعا ما عن سابقاتها. أعتقد أن الكثير من الجماهير بدأ يعي نوعا ما أن التنظيمات المتطرفة هي وحدها المسؤولة عما تقوم به. ولا ننسى أن العرب مثل ما قال السيد مساوي والمسلمين هم من تعرضوا أكثر في أوطانهم وفي غير أوطانهم طبعا لهذا النوع من العنف. وفي هجمات هذه يعني الهجمات الأخيرة لباريس كان هناك عرب سقطوا أيضا. ثانيا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ذكر أكثر من مرة كلمة وحدة وطنية، يعني هو يقصد بهذا أننا لا نفصل الجاليات المسلمة عن بقية طوائف المجتمع الفرنسي. في خطاباته قال يجب أن نتوحد، يجب أن لا نفشل أمام الإرهاب. هناك أيضا بعض السياسيين اليساريين مثلا جون لوك ميلانشون قالها أكثر من مرة، يعني حتى قبل هذه التفجيرات قال لا فائدة من فصل الجاليات المسلمة عن المجتمع الفرنسي. ولكن يبقى اليمين واليمين المتطرف والمتعاطفون معهما من يوجه أصابع الاتهام في كل بلية في كل صغيرة وكبيرة تحدث إلى الجاليات المسلمة. يجب أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وهي أن الخطاب السياسي يغير كثيرا من عقليات الجماهير، وأحداث مثل هذه هناك من يستغلها من أجل كسب أصوات في الانتخابات بتشويه سمعة الجاليات العربية ولو بطريقة ضمنية. نعم، علمنا اليوم بأن تجمعا للجاليات المسلمة حدد أمام مسجد باريس يوم الجمعة المقبل، هل من تفاصيل أكثر؟ نعم، هذا التجمع يعني الجاليات العربية سبق لها وأن تجمعت بعد تنديد الفرنسيين، لماذا الجاليات المسلمة لا تتحرك، لماذا هي صامتة، لماذا ولماذا ولماذا، فتكرر هذا السؤال. كان تجمع بعد مقتل إيرفي غوردال الذي تم قتله في الجزائر، ولكن كان العدد ضئيل جدا، إلا أن وسائل الإعلام كانت هناك بكثرة، جاءت من بلجيكا من إسبانيا من كل وسائل الإعلام الفرنسية كانت أمام مسجد باريس. وكانت هذه الخطوة يعني مرحب بها، ولكن طلب الفرنسيون المزيد من الجالية المسلمة. سوف نرى بعد غد الجمعة، أظن أن التجمع سيضم عددا أكبر من الجاليات، وهنا الجالية لن تقف لتعتذر، لا يعني لا مجال للاعتذار عن شيء لم ترتكبه، وإنما تجمعها هو عبارة عن تنديد بمختلف أشكال العنف. إلى ذلك المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سيوزع نسخ مثل ما ذكرتم من خطبة يوم الجمعة المقبل على كل مساجد باريس في خطوة لنبذ العنف والإرهاب. قلت بأن الخطاب السياسي مؤثر، الآن الخطاب الديني مؤثر، وأيضا المقاربة الأمنية يعني حاضرة بقوة. السلطات الفرنسية ماضية في مقاربات الأمنية، ماذا بشأن المقاربة الاجتماعية والاقتصادية لمحاربة الإرهاب؟ السؤال هل يساهم التهميش في دفع الشباب الفرنسي ذوي الأصول العربية والمغاربية نحو الانخراط في تنظيم داعش؟ طبعا التهميش يؤدي إلى الفراغ، والفراغ قاتل خاصة لشباب في مقتبل العمر، والملجأ الوحيد إذا لم تتوفر فرص الدراسة والعمل هو الانحراف، وبالتالي الانخراط في التنظيمات الإرهابية التي أصبحت نوعا ما مودة الشباب الضائع إن صح التعبير. أعتقد أن الحل هو أن يعني تفتح أبواب النقاش ويستمع المسؤولون بمختلف مناصبهم إلى مشاكل هؤلاء الشباب، ويعني إيجاد أقصى عدد من الحلول الممكنة حتى لا يكون الرد يعني أقوى وأعنف، لأن رد الفعل كما نعلم هو من أصل الفعل، فلذلك النقاش هو يعني الوسيلة الأنجع لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لفرنسا. أشكرك جزيل الشكر فاطمة محمدي الكاتبة والصحفية الجزائرية، كنت معنا عبر الهاتف.